طيب انا هاخد منك تصريح دلوقتي، ممكن بعد شهور بعد حفله توزيع جائزه افضل لاعب في افريقيا ممكن حضرتك تكسب معانا فيها، تقول لي تتوقع مين يفوز بالجائزه في النسخه دي من افضل لاعب في افريقيا؟ افضل لاعب في افريقيا، افضل لاعب في افريقيا عن موسم احنا شايفينه عن للاعبين موسم الافارقه. ممكن صلاح. صلاح ممكن نعم يكون الاقرب. ممكن صلاح، اقول هذا بكل تحفظ، لانه صلاح عنده يعني عنده يعني حاجه مهمه اللي هي كاس افريقيا، انها تلعب يعني في يعني في مصر، فهذا يعني هذه نقطه تساعده كثيرا، وشفناه في المقابلة الثانية لما دخل سجل هدف يعني سمح له أنه يفوز يربح نوع من الثقة. وقلت لك أقول هذا بكل تحفظ، أظن بأنه صلاح.